يلا 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 زي ما انتم شايفين يا جماعه الناس اللي بعت استغاثه بتاعه الراجل الطيب اللي قاعد في المناصر الناس الطيبين المحترمين اللي هنا مش سايبوني برضه لان لسه ما زالت الانسانيه والرحمه في قلوب البشر. ناس طيبين بياكلوه ويشربوه وناس طبعا على قد حالهم بس حاسين بالمعاناه اللي هو فيها لان دايما الغلبان بيعطف على الغلبان اللي زيه. ناس طيبين يستحق كل الشكر والتقدير. راجل طيب زي ما انتم شايفين عصبي شويه لكن هستحمله عشان سنه ومهما يعمل حتى لو ضربني على قلب زي العسل ولا يهمني المهم ان هو يوصل لبر الامان وهي ده حقوق الانسان وهي ده مصر الطيبه. ان شاء الله هيستحم وهيغير وهيبقى زي الفل بعد ما يشرب الشاي وان شاء الله نشوف مكان يا اما دار ايواء يا اما نعرف هو اهله منين من الصعيد. انا يا جماعه متكفل بيه لوجه الله بفضل ربنا مش هسيبه غير في حضن اهله. اكيد ده راجل سنه كبير اكيد عنده شباب اكيد عنده بنات اكيد عنده اسره اكيد من عيله. فان شاء الله باذن الله هي دي مصر الطيبه وهي دي حياه كريمه اللي عليها الاسد عبد الفتاح السيسي ان شاء الله يوصل لبر الامان. لو ملوش اهل بيروح دار من مؤسسات الدوله بيروح دار حياه كريمه. ليه اهل يوصل لاهله؟ تحياتي للجماعه وشكرا. الواد انت بتغصب مني. الواد بيحبك وجاي عشانك. ها؟ الواد بيحبك وجاي عشانك كده. ايوه كده اضحك اضحك كده اضحك كده وروق كده جميل. ما تنساش اهم حاجه هتستحمى وهتاكل وهتشرب وهتغير. قول لي بقى انت اسمك ايه بقى؟ اسمك عم ايه؟ قول لي اسمك عم ايه؟ ما انا جاي عشانك والله. اسمك عم ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ يا ريس يا جميل انت يا عسل. اتفضل. طب اهدى بقى والله. نقعد نزعق كل شويه ونتكلم. اهدى بقى عشان انت حبيبي. زعق وشفط زي ما انت عايز بس قول اسمك ايه؟ انا بقول لك عمي. بس ما منوش في اسم الدار. عشان انا بتكلم راجل لراجل خليك سهل كده واتكلم معايا. قول بقى. طب قول لي اسمك ايه؟ اقعد. هتعض اقعد انا موافق اقعد اقعد يا جميل. يا جميل انت يا عسل ولا؟ بيضحك كده وراه سبحان الله. والله ما اسيبك في الشارع ان انت الشارع عليك وعلى سنك ده خطر وغلط والبرد جاي. هو الدنيا مفيش عليك حرام. روح مكان تتعشي ولا تجي من في الشارع. مش هسكت. هتقول نسكت مش هسكت. زغزغ؟ انت مش زغزغش خالص يا جدع. فهمت عليا. ده جميل. استنى ايه اللي حاطط قدامك ده؟ استنى. ايه العسل ده؟ اقول لك انت اسمك ايه من غير ما تقول لي اسمك محمد ما تبرقش وخلي الشغل اللي عليك دول اللي بيقعد يتكلم ده ما يكونش معايا سامع مش سامع كلهم انا مع كمال المصري مؤسس حقوق الانسان والراجل ده جاي عشان ونهمش معاه تعرف تقول لهم كده؟ قول لهم انا سامع يا شايف يا عم انت ورد نروح بقى هنمشي امتى وانت هنمشي امتى اهو خش الغد هنمشي في اي في اي وقت تحيا مصر مصر طيبه مصر طيبة بتحب الناس الطيبين اللي زيك والله والناس هنا طيبين وبعد بس مصر نعل بس اوعى تسيب الدين عيب عيب اوعى انا بقى عشان ما بحبش اللي بيسيب الدين اوعى تسيب الدين تاني عشان اللي بيسيب الدين انا ما بحبوش سامع مش سامع انا خليك تقول لا اله الا الله محمد رسول الله وانا بحميك خليك تقول لا اله الا الله محمد رسول الله شوف دي الحلقه اللي زي ما بتسيب في الدين ده بتقول مشرحه انا عارف ان هو بيستحمي في المشرحه دي لا اله الا الله محمد رسول الله اوديك تستحمي في المشرحه بتاعت الميتين استحمى في المشروع بتاعت الميتين ولا استحمى عند الراجل الطيب دوت نجيب لك هدوم كده ونحمل نطلع نستحمى فوق خلص ايه اللي خلص؟ انا جاي عشان تقول لي وقتك خلص يا براسك مش هتعدل استنى بص اقول لك حاجه اقول لك زي الفل يلا عشان ناخد البيت كده هنستحمى بقى اتغير يلا بقى يا جميل بقى طب هات شويه شاي طيب عايزين على الشاي لا مش هديك شاي ليه بقى انت نتين عايزين عايزين مع شويه صغيرين بس يا عم بس معاك شويه طب هدلنا انا شويه حبيبي وانا لا الف يلا نطلع خد حته صغيره كده يلا نروح حته صغيره لا والله ازعل كل حته كمان استنى ما تشربش كله خد اخر واحده اخر واحده يلا بسم الله يا جدع كل بقى هتاب انت ما تعصبش عشان بقى ما تعصبش حاجاتك دي ما تاخدش معايا انا بس في الاول كده على الثالث ها كده بقى خلاص اشيل الكتف
هات لي شويه، هات لي شويه تاني، مش مشكله كده شويه تاني. انا عايزك، انا عايزك اسيبه وتنجي يلا عشان نتكلم، يلا عشان نطلع بقى استحمام عند راجل طيب ده، مش هنسيبك يلا يلا استحمام بتاع البابات. يلا جميل بتاع البابات التاني. بسم الله الله اكبر الله اكبر. بسمع حالك تستحمى معاك من حالك صح مش كده؟ عينك ورزقك ورزق عيالك واستحالة. جماعة معايا وليد السيسة يا جماعة مزايا الشارع الطيب، ربنا يسترها معاه وينور طريقه ابن حلال جالي للعربية ورحنا مع مصر يا بابا الراجل الطيب، ربنا يستر حاله يا رب. وليد برنامج الحريف، انت الحريف الجديد، عاملين لعيبة عالمين، ده انا ضاع من عمر سنين، تعرف تقول كده؟ حد يفهمهم اني فاهمهم؟ لا احسن ايه مش عارفين. يلا اطلع جميل بسم الله على مين؟ على مينك يا قلبي؟ تزوم تضرب تقعد تعمل اللي انت عايزه، المهم توصل لبر الامان ماشي؟ مش هسيبك الا في الصعيد ان شاء الله. دور كام؟ ولا خير؟ اخر دور بس طلع يا حبيبي. بص هو ليه في غير ما انت هتقف الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بقى عشان ايه؟ اشرب السيجاره عشان تغير هدومك يلا. ايه كده على بسم الله. بسم الله كده بسم الله جميل. اشرب سيجارتك على مهلك واحدة واحدة انا معاك اهو. بص براحتك خالص ايه. سلامتك يا سلام. اجيب بقى السيجارة دي خلاص اجيب تاني اجيب تاني. اجيب لك يا بريلي ايه لا استنى على الحبيب ايه لا. اجيب لك بريلو ولا اجيب لك صابون اي حاجه. هات لو في بس حته كده اهم حاجه العكو ده حلو. استنى اسئله طبعا عشان زي ما انتم شفتوا يا جماعه، هي ده حقوق الانسان وهي مصر الطيبه، ونص الطيبين والغلابه محتاجين يد العون، محتاجين اللي ياخد بايديهم، محتاجين اللي يسمع لهم، حتى لو اتعصب عليك اهدى واصبر واسمع له. زي ما انتم شفتوا حتى الراجل الطيب ده انا ما اعرفش اسمه عنوان مجهوله فوق الاهليه، نايم في طريق السفر في بورسعيد منطقه المعاصره. الناس الطيبين بعتوا لي استغاثه فوق سن الستين، يعني ده البد ممكن ياثر عليه، لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هسيبه غير لما يوصل لحضن اهله والبر الامان، مهما يتعصب عليا ومهما تعضني مش هسيبك. عض عض وريني. شوف بقى طيب ازاي؟ اللي كان بيتعصب عليا وبيضربني اول ما جيت له، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هداه، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله يوصل لبر الامان، وهي ده حقوق الانسان وهي ده مصر الطيبه وشكرا. يلا جميل بسم الله. يلا عشان تقلع هدومك يلا خش استحمى. ارمي السيجاره. طب ما تخاف رجلك بجد. نشوف الوقت مين مش لسه. بسم الله. بسم الله. يا عيني. ما بوظهاش. لا اله الا الله رب، لا اله الا الله رب، ايه المنظر ده؟ انت مستحمل كده ازاي يا حبيبي؟ لا اله الا الله رب. ادي لك دي فيها ايه وريك ايه؟ دي من ايه دي؟ دي من ايه؟ ها؟ تستحمل كده ازاي؟ ده وادي رجل تانية. ده مع غلابة مغلوبين على امرهم، محتاجين اللي ياخد يد اللي يمديهم يد العون زي ما انتم شايفين. لا اله الا الله رب، ده اكيد بقى له سنين في الشارع زي ما انتم شايفين، الشباب اصلا ده خالص منزل صعب جدا. لكن ان شاء الله ربنا يعيننا عليه. يوصل لبر الامان، وهي ده حقوق الانسان، حاله صعبه جدا زي ما انتم شايفين، لكن ربنا موجود وما ينساش حد. وبعت كل واحد رزقه، ده اكبر رزق ربنا سبحانه وتعالى بيكرمني بيه والله الناس دي. والله هم دول رزق الدنيا اقسم بالله. لعل ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بهم ان شاء الله بالجنه في الاخره باسمك يا رب. اهدى اهدى اول ما حدش كده. طب اهدى وما عادش تعصب عليا ما عادش. اهدى وما تسيبش الدين وما تعصبش عليا عشان بحبك. كل حته صغيره بس. يلا بس نعدل نعزوه ده. ده جميل. قوم يلا عشان تستحمى. قوم. قوم يلا تعالى انت كمان سخن اهو. عندك يا بطل يلا خش. خش يا جميل. انت ما بتنزلش خالص. ايه يا دوب تستروا من الدرج مؤقتا. انا عايزك تهدى بس ما تزعقش ها؟ ماشي عشان ما عضتش. اي اي رفع مش مستحمل عليا. رفع مش مستحمل ليش يا حبيبي؟ اه رفع مش مستحمل يحط لي حاجه اهي. اقف يا جميل. زي الفل. اقعد بقى جميل اهو. البس اللي فوق كمان. يلا اقعد. اقعد.
يلم السيجاره دلوقتي ماسكها فين؟ يا اخي ايديك تري. يلا خش. شاطر شاطر بس البنطلون ضيع منه. حط التيشيرت جوه. حتى لو حطيت التيشيرت جوه هيقع. بس هو عايز تروح فين؟ ملوش حاجه. تعالى كده تعالى لي. قول لي اسمك ايه؟ قول اسمك ايه؟ اتكلم واحنا بنلبسك. قول يلا عشان نروح نتغدى لو مسيف. عايز تاكل ايه؟ فراخ ولا سمك؟ لا حد حقريت يا اقعد يا اقعد رجل استنى رجل بتاعك بطل تغرش قول ينفع كده تطفي السرير هيولع لك المرحوم اوف ولا يا روح اهدى بقى اهدى بقى مش عارفين نربطها دي قول لي بقى اسمك ايه لو قلت اسمك ايه يبقى انت كده ده هاي اسمك ايه؟ حاضر طب قول لي اسمك ايه بقى؟ انا هقعد جنبك اهو قول لي بقى اسمك ايه؟ قول اسمك ايه؟ يلا قول بقى اسمك ايه؟ مش هخاف بص كل ده مش هيكون معايا يا جميل قول لي بقى اسمك ايه؟ قول ما تتكلم انت ناسي اسمك؟ ناسي اسمك؟ ما تعرفش اسم؟ بقول لك ايه؟ بص انت منين في الصعيد؟ لا هتحرك منين؟ من سيوه؟ من سيوه؟ منين؟ منين؟ سلوى؟ حبيبي اسمك ايه؟ كمال اسمك ايه؟ كمال اسمك كمال؟ لا اله الا الله يا رب يعني بعد ساعتين ثلاثة تطلع اسمك على اسمي؟ اسمك كمال ايه؟ قوم تعالى استنى اسمك كمال ايه؟ قول لي اسمك كمال ايه؟ كمال وخلاص كمال وخلاص؟ كمال صاحبك عارفي انا عارف كمال صاحبي مش انا صاحبي انا اسمي كمال منين جدك؟ انا من بورسعيد بقى وجدي من سوهاج ايه رايك بقى؟ أتحرك. انت منين بقى بالسعادة قلت لي؟ سلوى؟ مين سلوى دي؟ اسمها ايه؟ البلد دي انت منها اسمها ايه؟ حلوة ولنا تبع محافظة ايه؟ تبع محافظة ايه؟ لا سيبه سيبه دول عشان توجع اصبر عليه تبع محافظة ايه؟ حتى مقصود ايديك هات ضوافر ايديك شيل السيجارة دي ارميها يلا مش هيرموك قول لي بقى انت تبع محافظة ايه؟ تبع محافظة ايه في الصعيد؟ رد عليا انت تبع محافظة ايه في الصعيد؟ اتكلم ها؟ بطل لو ما قلتليش تبع محافظة ايه اسعى منك قول بقى مش حابب اصحاب عم كمال ماشي يا باشا ايه لك دي تعالى اهدى ولا جميل يا كوكو يا كمولة يا كمولة اسمك كمال ايه؟ ابوك اسمه ايه؟ ابوك اسمه يرد عليا استنى بقى أوكي. لسه في واحد اهو عايز تهرب مش ينفع لسه حمايه تاني وانا هسيبك اهدى 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 دي التاني طب امسك ارمي السيجاره دي بقى كفايه كده لما جمر فيها يا بس بقى كفايه سجاير بقى تروح الدار بتاعت حياه كريمه ها استنى عشان نشوف ده اللحم بتاعك في الدار ما ينفعش اهدى يا ولا بس اهتم التاني خش 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 يدي لك صعبة عشان في واحد عور مش كده يا عيني من ابنك بس الضوافر الجلد طلع مع اللحم مع الضفر نفسه الجلد بتاع الايد طلع مع الضفر نفسه صعب بس انت كده مبسوط؟ طب ننزل بقى على رجلين يلا تعالى نطلع الناس البيت مش كفايه سابونا الدنيا ماشيه ازاي؟ ده الصفهم وانا اصفهم ما اصفهمش ليه يا لهو على ده
سيبت خلاص خلاص هاي التاني يلا. أوري كده عايز بس اتكلم في كلمتين يا جماعه. قسما بالله الناس اللي بتسخر منهم ومن ريحتهم ما تعرفش قيمتهم، لان دول احباب ربنا في الارض، دول ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم في الحديث القدسي: رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا أبره الله. دول دعوتهم عند ربنا مستجابه، عند ربنا ممكن يكون احسن منه ومن اي حد تاني، فلسه دعوتهم ونسعى لخدمتهم لعل ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا بيهم في الاخر ان شاء الله ويرزقنا بهم الجنه باذنك يا رب. يلا نغسل البنايه تاني. خليك حط رجلك جوه هنا، حسن حط رجلك اتنين جوه هنا، حط رجلك شاطر، حط رجلك جوه، حطها جوه، نزل رجلك جوه، اتعادل كده اطلع لقدام، نزل رجلك جوه خالص شاطر. استنى 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 مش عايز نزل هنا. تعرف تلاك تلاك ايديك؟ ايديك التانية. يلا بعد بقى ايدك كده، ايدك كده شاطر، بس رجلك جامد. يلا اغسل كده شاطر، جدع 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 شاطر. قلت اسمك كمال؟ من محافظة ايه كيمو؟ منين يا كيمو؟ منين؟ من الصعيد. منين من الصعيدة كمان؟ شاطر، خلي رجلك جوه. منين بقى من الصعيدة؟ ها؟ بص لي وأنت بتتكلم. من سلوى طبعا. محافظة إيه؟ يعني أنت من سلوى طبعا محافظة أسوان؟ من عائلة مين يا كمون؟ من عائلة مين في سلوى؟ لا ما أنا ما عشان اوصلك لبر الامان لازم تعرفني من عائله مين في سلوى. قول لي من عائله مين؟ من عائله مين يا جميل؟ اتكلم عشان ما نتعبش. من عائله مين في سلوى؟ رد عليا. معلش ها؟ معلش حد. معلش حد؟ انت عيالك موجودين؟ عيالك موجودين؟ انت متجوز؟ طب عندك عيال؟ يعني انت ولا انت متجوز ولا عندك عيال؟ طب انت من عائلة مين هناك؟ من عائلة مين في أسوان؟ ها؟ اسمك كمال ايه؟ قول لي كمال ايه؟ كمال ايه؟ رد عليا كمال ايه؟ لو ما قلتش كمال ايه هقص الضوافر التاني، قول كمال ايه؟ هقص الضوافر لو ما قلتش. كمال فرج. كمال ايه؟ كمال فرج. كمال ايه؟ ايوه قعد يدوبك عشان نلبس وننزل بقى، كمال ايه؟ لا استنى سيبها عشان تنضف، سيبها. قلت لي كمال ايه؟ كمال ايه؟ كمال ايه؟ كمال خلاص. انا اسمي كمال سيد احمد، انت اسمك كمال ايه؟ قول لي اسمك ايه؟ اتكلم عشان خاطر. انت بتراجع يعني؟ قول لي بقى اسمك كمال ايه جميل؟ قول لي اسمك كمال ايه؟ قول اسمك كمال ايه؟ قول لي اسمك كمال ايه؟ قول يا بطل. مش عمدي. اسحب الجيركن بسيبها عشان رجلك تنضف اكتر واكتر. هجيب لك شويه شاور، سيبها احط لك شويه شامبو هنا واحط رجلك عشان تنضف. بس حط رجلك الشراب عشان لو جاي يشف عليها يبقى الجرح بتاعك نضيف. حط حط يدعك بقى رجلك في الميه. استنى استنى ترفع هدومك فوق خالص. كمان 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 في ايوه يدعك بقى شاور. شفتوا يا شفت الراجل الطيب بعد ما كان مش عايز يستجيب وكان اي حد طبعا بيخاف من اسلوبه وطريقته. طبعا بعد استعانه بربنا سبحانه وتعالى الحمد لله زي ما انتم شايفين كده الحمد لله رب العالمين اهوت بدا هو بنفسه بينظف نفسه وايديه ورجليه. ادعك ادعك بايدك حسن، ادعك بايدك عشان ضفرك كمان تنضف على الاخر. يلا هي حمايه حلوه كل حاجه لكن برضه ايه شويه كمان يا جميل شكرا.
ايوه الحته دي، ايوه لا كده ايدك دي، شاطر شاطر، برافو يا عم كمال. هنسافر؟ هنروح اسوان؟ هنروح اسوان؟ هتيجي معايا اسوان؟ مين اللي وحشك هناك في اسوان بقى؟ مين اللي بيحبك، اخوك ولا مين؟ ولا اختك ولا مين؟ مين اللي بيحبك في اسوان؟ نفسك تروح اسوان؟ انا كنت في اسوان من كام يوم برضو، خلي بالك كان في واحد كده من ادفه كنت بوديه هناك. ها؟ سلوى بعد اسوان ولا قبل اسوان؟ رد عليا. سلوى قبل اسوان ولا بعد اسوان؟ ماشي سلوى قبل ولا بعد؟ مش انت عارفها؟ مش انت عارف سلوى فين؟ بعد اسوان. بعد اسوان. الله عليك يا جميل. الله عليك يا جميل. يا جماعه الموضوع طبعا مستاهل زي ما انتم شايفين. مش من محافظة قريبة من بورسعيد، ده من أسوان، يعني طبعا فيها ثلاث أيام سفر. اللي أنت عايز تعمله اعمله، إحنا عندنا ليك يا جميل، العب وبص هجيب لك بلالين وأجيب لك لعب واللي أنت عايزه كله. أعمل لك عيد ميلاد؟ أنت تاريخ ميلادك كام؟ تاريخ ميلادك كام؟ تاريخ ميلادك كام؟ هات تاريخ ميلادك كام؟ أنت مواليد كام؟ عشان نعمل عيد ميلاد، هنعمل عيد ميلاد هنا، قول لي يا رجل. مواليد أنت مواليد 40. أسكت. بقول لك في ايه يا ولد؟ في ايه؟ احنا لسه مستحمين وبقيت زي الفل اهو، جميل اهو. العب بس ايدك عشان التعب ده كله يروح. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده جميل؟ ها؟ دي محروق. محروقه من ايه بقى؟ مين اللي حرقها؟ السيجاره. السيجاره؟ لا ما نسيبش السيجاره في مطرح. طب يلا عض وريني عض بقى. عض عض. حبيبي والله، ان شاء الله توصل لبرج الامام باذن الله. والله ما اسيبك، والله ما اسيبك معاك اتنين في الشارع تاني، ومش هسيبك لما توصل لبرج الامام باذن الله. يا عم كمال اسمك على اسم جدي الغالي، انا اسمي برضه جدي الشيخ كمال الله يرحمه. ده بقى ان ربنا يرحمه كده. يا رب. لا احنا مش هنشرب سجاير دلوقتي، عايزين ناكل. انت ما انتش جعان؟ عايز تاكل لقمه سخنه؟ قول لي عايز تاكل ايه؟ عايز تاكل سمك ولا فراخ؟ قول اللي تقوله. فراخ. فراخ؟ هنروح احلى مطعم دلوقتي ناكل عند الخديوي. ناكل فراخ مشويه عند الخديوي؟ هتيجي معايا؟ حبيبي حبيبي. هتيجي معايا يا وليد؟ كلام غير مفهوم، قول اللي انت عايز تقوله، احنا معاك للاخر. جماعه انا معايا وليد السيس اهو من بورسعيد، طبعا مذيع الشارع الجميل، الانسان الطيب. في البركه والله وفي الخير، ابن حلال ربنا يبارك له يا رب في عياله واهل بيته. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هسيب الراجل الطيب ده لما يوصل لبلد الامان. موضوع كبير ومسؤوليه ثقيله جدا، لكن ربنا موجود واحنا من الكل. ان شاء الله يوصل لاهل دعواتكم وشكرا. حبينا قد ايه؟ ما يجيها قد ايه؟ الورا خفت. بتاع الورا خفت خلاص؟ اه. هي كده بتوجعك؟ اه. طيب انت بتحبني؟ طب بص لي، انت حبيتني ليه؟ عشان خايف عليك؟ يعني انت حسيت ان انا خايف عليك وبحبك وعايز اوصلك لبر الامان؟ وهي دي حقوق الانسان؟ وهي دي ايه؟ حقوق ايه؟ حقوق الانسان. قول حقوق ايه؟ يعني ما بتكلمش. الصلاه على النبي طلعت زي الفل. يا اقفل الباب ده، اقفل عشان يا والد، اقفل الباب عشان يا والد. اسمع بتاع اسمع ايه الحلاوه دي يا جميل؟ ايه الحلاوه دي؟ بص كده بص كده، انت مبسوط؟ انت مبسوط؟ مرضي يعني؟ قول لا اله الا الله. يا رسول الله تعرف لو في طاقيه ايس كاب لبسه طاقيه احسن. لا لا هات طاقيه دلوقتي بس الفل. انت تشربها بسم الله. بس اهدى اهدى. جيب لي ورقه. تلبس دي مش دي بس. ماشي ماشي مش اشكال ولا انسى. مش موجود. معاك اهو. مؤقتهم كده. يلا البس دي، البس دي. يلا. البس الستره برضه ولا الجاكيت اهو.
شوف بس لسه حاجات بس جاكيت تقيل عليه قوي بس لا لا شيل الدفايه اجيب لنا واحد ماشي يلا قوم يلا 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 بينا جميل مش على الشقه انا كده شوف شوف معاك يلا بص استنى من تحت يا مصر لهم تحت يا مصر اعمل لهم كده اعمل كده كده لا يلا شو هستجيب ازاي هو اللي ممشيني الوقت ها هو اللي ممشيني الجميل اهو المسلمه ايوه يا مدام ازيك يا حاجه الله يسترك ربنا يسترها معاك ويصلحها لي وربنا يقدرك على الخير يا ماما يا رب مش عايز حاجه لسه على الشقه انا هتيجي معايا اصلا؟ هاي هتيجي ولا مش عايز تيجي؟ لا ما تعصبنيش تاني الشغل بتاعك ده ما عادش هياكل معايا جميل جميل يلا انزل انزل على مهلك ايوه كده على مهلك سلام كده يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوت عم كمال بيحلق شعره فرحان عم كمال عايز تحلق شعرك كله؟ ها؟ رد عليا عايز تحلق شعرك كله؟ ها؟ خليه يشيل لك شعرك ودانك كلهم؟ رد عليا عشان نقول له ايوه يا جدع ما تزنش فيا يا ولا يا ولا يا جميل انت ما تزنش فيا يا جميل عم جمال يا جماعه عصر كان بحبه عم كمال ده طلع اسمه على اسمه اهوت ده عنك يا ربنا يعني ويوصل لبر الامان باذن الله انا طبعا حابب اشكر اخويا وحبيبي مذيع الشارع البورسعيدي وليد السيسه يا جماعه زي ما انتم شايفين والله كان جاي يسجل معايا حلقه برنامج الحريف عندي في شارعي لكن بعد الحلقه قلت له بقول لك يا وليد بدايه انت بتحب الخير تعالى معايا وخدته معايا بالعربيه بتاعته وطلعنا على طريق السفر ندور على حالات اتلقينا حاله ما استجابتش لكن طبعا اتلقينا حاله عم كمال استجاب بعد ما اكلت علقه موت لكن طبعا وليد شاف المعاناه بنفسه بصراحه يعني الله في عونه تماما انت بتقابل حاجات وبتقابل حالات كتير صعبه الحمد لله كنت حاضر الحاله يمكن بتاعت عم كمال يا رب ان شاء الله زي ما انت بتقول كلمتك الشهيره يوصل لبر الامان وانا الحاله دي بالذات يا جماعه انا يمكن اول مره في حياتي احضر حاجه بكده بالمنظر ده وبالشكل ده ويسعدني طبعا ان انا اكون حبيب موجود معاك ده انت حبيب شرف ليه؟ كنت شاركت حتى لو بجزء ده احنا اللي معاك يا وليد بحاجه بسيطه في سبيل ان احنا نوصل الراجل ده لبر الامان زي ما كلمه الشهيره بتاعت كمال صديق وحبيب ده انت اللي حبيبي غالي يا وليد ربنا يوفقك يا حبيبي يا رب تسلم لي تسلم لي وحاول يعني بشكر كل الناس اللي موجوده معاك وكل الناس اللي بتتفرج علينا وكل الناس اللي المتابعين بتاعتك وبشكرك كمان اللي انت اديتني وسمحت لي ان انا اكون موجود في حاجه زي كده ده شرف ليا يا حبيبي ربنا يقدرك على الخير وانت طيب وابن حلال وفيك البركه يعني حبيبي ربنا انت لو مش طيب مش هتجيلي يا وليد ما انا اللي مش طيبين ما ينفعش يقربوا مني فضل ربنا سبحانه وتعالى دي فعلا بجد الناس دي بتدور عليه الحمد لله مش هو اللي بيروح لها هو بيمشي يلاقيهم في سكته والله العظيم يا جماعه انا كان جالي استغاثه من الناس في مناصره ربنا يسترهم وفتحوا لي شقه فاضيه دخلنا الحمام حمناه وزي ما انتم شفتوا كده حاجه يعني ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك كل الناس طيبه ويرحم والده جماعه اموات المسلمين انا عايز اضيف حاجه يمكن انا اول مره التقي كمال يمكن اول مره اقف معاه يمكن اول مره يعني اتكلم معاه واشوفه شخصا لشخصا كنت بشوفه من ورا الشاشه لكن والله اقسم بالله يعني من اصعب الحالات ومن اصعب الحاجات اللي هي جبر الخواطر اللي انت توصل الناس الطيبه دي يعني لاهلها فعلا التعامل معاهم انت عارف طلع منين؟ جدا جدا صعب جدا انت عارف هو طلع منين يا وليد؟ منين؟ هو بيقول من سلوى من بعد اسوان يعني صعب سيبك من المشوار سيبك من كده يعني كل حاجه يعني مجرد الراجل ده يتكلم صعب ان هو يتكلم يمكن هتشوف كل الكلام ده متوصل صوت وصوره انا كنت بصور لكن انا كنت واقف في زهور من اللي شايفه انا اول مره اشوف حاجات زي كده يمكن كمان عنده يعني صاعد صدر يمكن عنده طول بال ان هو فعلا يعني عايز يوصله لبره الامان زي ما هو بيقول مش كلام هي ده حقوق الانسان من غير مقابل يعني يمكن كمان كل اللي بيعمله من جيبه الشخصي من رزق ربنا
ومن رزق ربنا طبعا. الحمد لله يا رب. دي كلمتي الشهيره. الحمد لله ربنا. يعني هو ربنا بعت له رزقه والحمد لله ويرزقه فكمان يعني كان الله مشكورا يعني بصراحه. اسلام لولي. انا مش قادر يعني انا عاجز انا مش عارف اتكلم. انا اهم حاجه ان انا شايفك سعيد ده اللي يهمني والله في الموضوع. تخيل بقى اقسم بالله يمكن يعني سعادتي انا كمان المصري ان انا شاب بورسعيد يا جماعه كان نفسه يشوف الخير ده لا خليته كمان يعمل خير ويمشي في طريق الخير ويجي بعربيته بامانه والله العظيم يمكن انا النهارده يمكن سعيد جدا انا مش حاسسش بالوقت انا يمكن مع كمان من بعد صلاه الظهر او من بعديها بشويه كمان احنا المغرب دلوقتي لكن اه انا ما اعرفش دلوقتي احنا يعني بصي فاقد كل يعني الحواس كلها تقريبا الوقت فاقده الوقت بيجري بسرعه في سبيل الناس سبحان الله الطيبه دي محتاجه كل واحد ربنا يسترك رساله بيقدمها كمان من 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 خلال الشاشه الصغيره اللي احنا بنتكلم منها يعني يا رب يا رب يا رب صوته يوصل لان بجد بصراحه ده يعني الراجل ده بامانه الله يعني اشهد له بامانه ان هو بيعمل كل الكلام ده بدون مقابل بدون ان هو يوصل لاي كلام انه يوصل لاي حد خالص هو الوجه الله بس انا يعني انا شاكر عن الشكر ان انا موجود دلوقتي موجود معاه وسمح لي ان انا اكون موجود معاه من الصبح واشوف الحالات اللي هي الصعبه دي واكيد في حالات هو ظابطها اكتر من كده صعبيه فهي ربنا يجازيه يا رب الخير تسلم لي حبيبي وان شاء الله بيكون كل ده في ميزان حسناتك ربنا يسترك حبيبي مع السلامه ربنا يخليك تسلم لي ايه انا في مشوار والله هو انا جاي هجيب لك حضر انت عايزه ما اعرفش ليه انا بس اصلا موجود كمان بقولك ايه خلي انت تجيب لي لان معايا حاجه انسانيه اسره ومسافر اصلا اه والله مشوار صعب عايز تيجي معايا تعالى معايا حاله انسانيه على الاقل يعضك انت بدل ما يعضني كل شويه. قلب خير يا ناس. قلب خير شويه يعني. هجيب لك الفراخ اهو. هجيب لك الفراخ ها؟ ايه ده؟ خلي بالك عشان تعكش نفسك كل يلا كل واحده واحده بص يلا حبيبي يا ناس حبيبي والله عم كمال ده الجميل استنى سيبك من الناس بص سيبك من الناس يلا يلا هوب يلا انا هلعب بق بق استنى والله راجل طيب يعني. طب ممكن تستنى ثانية واحدة بس يجيب لك الفراخ؟ استنى عشان ايدك تنسخن. ادفع. ادفع ولا اصحى. خد طب خد كمل 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 يلا. خد دي كمان واحدة بس واحدة بس. جنب الثانية. حاضر الفراخ جاية أنا عارف إنك عايز تشوف الفراخ أجيب لك مكرونة بشاميل أجيب لك مكرونة بشاميل استنى خد استنى امسح إيدك استنى امسح إيدك هات إيدك امسح بقى فوق في الارض كده على طول طب استنى استنى ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده خد بس تعكش ايديك ممكن يلا وريني فين من غير ما تعك ايديك يلا استنى بس عم اجيب لك الفرق طب يا اخي طب ماشي طب الله طب يا اخي يا الله الفراخ يا واد خد الفراخ يا واد يا ابني الله صوني يا جدعان
اعمل ايه؟ هات الفراخ يا ابني انت بدل ما تخليها عندك والله. يعني اعمل ايه؟ ايه تقول له ايوه انزل للشيف قول له انت ماشي. استنى 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 بسم الله. هاكلك انا هاكلك. اخر واحد اخر واحد عشان اشرب. خد مني طيب ممكن تاخد واحدة بس مش عايز خيار بس انا عارف يا جميل ما